أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة في شرح لأبرز ما سيتم إعطاؤه في الأسبوع الرابع عشر من كتاب أصدقاء العربية الطور الثاني. نحن الآن في الوحدة الثانية وهي بعنوان هويتي. أذكر بأبرز المفاهيم المتصلة والمرتبطة بوحدتنا. المفهوم الرئيس هو الروابط، المفهوم ذو الصلة هو الأنظمة والأعراف، أما السياق العالمي الهويات والعلاقات تشكل الهويات، تجمعنا معاً علاقات مختلفة نعبر عنها مستخدمين لغتنا تحديداً اللغة العربية، معبرين عن هويتنا، علاقاتنا وأنظمتنا وجميع ما يرتبط فينا. أما عبارة البحث والاستقصاء، يرتبط البشر بأنظمة وأعراف لغوية مختلفة تشكل هوياتهم. إذن لاحظ أن عبارة البحث والاستقصاء مأخوذة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمفاهيم التي ذكرتها قبل قليل، وهي الأنظمة والأعراف اللغوية والهويات. ها نحن أعزائي الطلاب نصل للدرس السابع من هذا الكتاب وهو بعنوان في المتجر. أعني بالمتجر هو مركز التسوق، جميعنا نزوره لغايات مختلفة. سنتعرف هذا المفهوم وهو المتجر، وسنقوم بقراءة الدرس ومعرفة أبرز الخطوط العريضة فيه، التعرف إلى معاني المفردات الجديدة، ثم حل الأسئلة المرتبطة فيه. إذن الثلاجة فارغة يا طوني، سنذهب اليوم إلى المتجر للتسوق. أعدي قائمة بالحاجات الضرورية من فضلك. صوفيا، لا تنسي معجون الأسنان من فضلك. شكرا، لقد ذكرتني. هيا بنا. إذن الخطوة الأولى للتسوق هي إعداد قائمة بالحاجات الضرورية، لأننا نذهب إلى التسوق وننسى أحياناً بعض الأشياء، فمن الضروري أن نذكر أنفسنا من خلال كتابة الملاحظات بقائمة قبل الذهاب. لاحظ عزيزي الطالب أن مكان المتجر أو التسوق يقسم إلى مجمدات وإلى بقالة وخضروات، وقد ذهبوا إلى الأماكن التي يريدون التسوق منها. إذن سنناقش ذلك، سنناقش أطراف هذا الدرس وشخصياته، وسنناقش معاني المفردات فيه. لاحظ عزيزي الطالب أن الأسئلة المتصلة بهذا الدرس هي عبارة عن قضايا، كل سؤال متصل بقضية. فالسؤال الأول تجد أنه متصل بأدوات الاستفهام، أين وماذا وأي ومن أي قسم. لاحظ أننا نستخدم أين للمكان، فعندما أقول أين تدرس فتقول المدرسة الأمريكية الحديثة، وعندما أقول ماذا فأنا أسألك عن شيء أريد تحديده، فعندما أقول ماذا تأكل قد تقول آكل المعكرونة. أي نوع من الحليب يحب طوني؟ سأختار نوعاً. وماذا أعدت؟ نكرر، فسنختار من هذه الأسئلة الإجابات المناسبة لها في الأسفل. لاحظ أن هناك مهن مختلفة، الخباز والبائع والقصاب والمحاسب، سنضع كل مهنة في الصورة المناسبة لها. ثم سنتحدث عن الهمزة، تحديداً الهمزة المتوسطة، ونكتبها في الكلمات بائع، رائع، خائف. لاحظ أن جميعها جاءت مكسورة، لذلك كتبت على نبرة وهي مكانها همزة متوسطة. أما في المثال الأخير مملوء، مقروء، وضوء، كتبت همزة متطرفة لأنها مسبوقة بواو ساكنة. ثم بعد ذلك سنكتب أو سنقوم بمراجعة الحرف المشدد لأن كنا قد درسناه سابقاً. هذه هي أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال هذا الأسبوع. أذكر بمهام أقرأ بالعربية والحصة الأسبوعية التي نقوم بقراءة قصة مرسلة ومحددة تناسب موضوعات هذا الأسبوع من خلال منصة أقرأ بالعربية. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة.
طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.